السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة أخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمعية الوطنية يناقش مع شخصيات المنطقة الوسطى مستجدات الأوضاع في محافظة أبيان. الهلال الأحمر الإماراتي يغيث ذوي الدخل المحدود بمحافظة شبوة. انعقاد ورشة عمل بالمكلا حول استفادة مساهمي صندوق تنمية المهارات بحضرموت من حصة المساهمين. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالعاصمة السعودية الرياض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا السيد كانغ يونغ، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك في المجالات التجاري وفي مجال الاستثمار والمجال الأمني، حيث وضع المحافظ البحسني السفير الصيني أمام الوضع العام في حضرموت وجهود السلطة المحلية في التنمية والأمن ومكافحة الإرهاب. وأعطى المحافظ للسفير لمحة حول فرص الاستثمار المتاحة في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة في المحافظة. من جانبه أعرب السفير الصيني عن إعجابه بالوضع الاستثنائي في حضرموت وما تنعم به من أمن واستقرار، مؤكدا اهتمام الصين بمساندة الوضع الأمني في حضرموت وتهيئة الظروف للاستثمار من قبل كبرى الشركات الصينية في مختلف المجالات. التقى رئيس الجمعية الوطنية عضو هيئة الرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لواء الركن أحمد سعيد بن بريك في العاصمة عدن عددا من القيادات والشخصيات في المنطقة الوسطى لمحافظة أبين، وناقش لقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في الساحة الجنوبية بشكل عام ومحافظة أبين والمنطقة الوسطى بشكل خاص، بالإضافة إلى جهود المجلس الانتقالي في تطبيع الأوضاع وترتيبها وإعادة الأمور إلى نصابها في كل محافظات الجنوب. وأكد لواء بن بريك على أهمية توحيد الصف الجنوبي وحشد كل الجهود بالدفع بالقضية الجنوبية والالتفاف حول المجلس وقيادته. بدورهم عبر أعضاء الوفد بالجهود الحثيثة التي يعمل بها المجلس الانتقالي وقيادته من أجل القضية الجنوبية في الداخل والخارج وتحقيق مطلب شعب الجنوب في استعادة أرضه وهويته. التقى رئيس الجمعية الوطنية لواء الركن أحمد بن بريك في مقر الجمعية الوطنية في العاصمة عدن بأعضاء هيئة الوفاق الجنوبي وعلى رأسهم الرئيس الفخري أحمد المرقشي، وناقش لقاء سير الأحداث ومستجداتها المتسارعة على الساحة الجنوبية والسبل الكفيلة بما من شأنه تحقيق التوافق وجمع الكلمة وتوحيد الصف الجنوبي. وأكد لواء بن بريك على أن المجلس الانتقالي حريص على جمع الشمل باعتباره وعاء لكل الجنوبيين. من جانبه أشاد الأمين العام في هيئة الوفاق سعيد اليهري بدور المجلس الانتقالي في حوار جدة الذي دعت إليه السعودية، مؤكدين على دعمهم وتأييدهم للمجلس الانتقالي. وخرج اللقاء بالاتفاق على أن يكون هناك تواصل وتنسيق مشترك بين أعضاء الهيئة وقيادات المجلس. نجا شخصان من الموت بأعجوبة في منطقة قليعة بالضالع جراء لغم أرضي زرعته الميليشيات قبل دحرها من المنطقة. وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع القتالية أن الحاج عبده عفيف وابنه بدر نجيا من الموت بعدما تعرضت مركبتهم لانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي في منطقة قليعة شمال غربي حجر الضالع. صباح الخير، صباح المقاومة، صباح السمود من مدينة الفاخر، تحديدا منطقة الفاخر، أيضا منطقة الفاخر. ميليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تم دحرها من هذه المناطق حاولت أن تحقق لنفسها انتصارات إعلامية باعتبار أنها ما تزال في هذه المنطقة، لكن كما تشاهدون اليوم نحن في هذه المنطقة ومقربة من خطوط التماس، وبإذن الله ما هي إلا أيام قليلة وسنكون في عمق محافظتنا.
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإمارات أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة شبوة عقب الأحداث التي مرت بها المحافظة في الأيام الفائتة، وذلك عبر تقديمها مساعدات غذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وزعت الهيئة 300 سلة غذائية مستهدفة ذوي الدخل المحدود في منطقة عزان بمديرية ميفعة، استفاد منها 1920 فردا من الأسر معدومة الدخل والأسر الأشد احتياجا. من جانبهم أعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة. هذا وتأتي هذه المساعدات من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتطبيع الأوضاع المعيشية في شبوة بعد الأحداث والصراعات التي مرت بها المحافظة، حيث كثفت الهيئة من دعمها المتواصل والمستمر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات. التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة بمعية عدد من المسؤولين اليوم في مدينة المكلا وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، وذلك في إطار زيارتهم إلى حضرموت. وأشاد الدكتور باسلامة بدور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتعاون المواطنين في تحقيق النجاحات وتجاوز المعوقات والمشكلات التي تواجه الجوانب الخدمية وجعل حضرموت أنموذجا للأمن والاستقرار. وفي اللقاء استعرض الوكيل بن حبريش جهود السلطة المحلية والمجتمع في تعزيز جوانب الاستقرار، مؤكدا على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية، وتأتي في مقدمتها احتياجات الكهرباء. عقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اليوم في مدينة المكلا اجتماعا مع المدير العام لمكتب صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، وذلك لمناقشة أوضاع النظافة والتحسين. وتطرق الاجتماع لعدد من المقترحات الهادفة لتطوير صندوق النظافة والتحسين في مدينة المكلا، ومنها إشراك القطاع الخاص في أعمال النظافة في بعض المناطق وكذا التشجير في الشوارع الرئيسية لإعادة تأهيلها. وشدد وكيل أول حضرموت على تكثيف الجهود لتحسين وضع النظافة في مدينة المكلا وبقية المديريات والاهتمام بالتقييم المستمر الذي يسهم في الارتقاء بأعمال النظافة، مؤكدا على ضرورة وضع حلول جذرية مناسبة لانتشال أوضاع النظافة والتحسين. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اليوم بالمكلا على أنشطة اللجنة الوطنية في بناء القدرات والتوعية بقضايا المرأة والحقوق والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية. وتعرف وكيل أول حضرموت من رئيسة فرع اللجنة فائزة بمطرف على البرامج التي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع شركاء التنمية والنجاحات التي حققتها، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية. وتناول اللقاء أوضاع المرأة بالمحافظة وأهمية مشاركتها في البناء التنموي والسلام والاستقرار. وأعرب الوكيل بن حبريش عن ارتياحه لنشاط فرع اللجنة في توفير الفرص للنهوض بأوضاع المرأة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستكون إلى جانبهم في تنفيذ مختلف برامجه بما يحقق تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات. اطلع وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني على سير العمل في مشروع محطة كهرباء الشحر والمقدرة بـ40 ميجاوات. واستمع الوزير من القائمين على المحطة إلى شرح عن المحطة والمشاكل التي تواجههم وكذا حجم الإنجاز في المحطة. وشدد الوزير العناني على مضاعفة العمل وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها. إلى ذلك طاف وزير الكهرباء بأقسام مؤسسة الكهرباء فرع الشحر، مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في المؤسسة، لافتا إلى مواصلة الجهود لتحسين الأداء نحو الأفضل. عقد مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت ورشة عمل حول التوجيه التربوي وكيفية تفعيل القيام بدوره الحقيقي في سير الدراسة بمدارس ومجمعات ورياض أطفال المديريات.
وشهدت الورشة التي استهدفت 600 من قيادات وكوادر العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات، وقدمت خلالها 4 أوراق تخصصية حملت عناوين متعددة في عام التوجيه الرؤية والمواجهات والموجه والنمو الذاتي والتوجيه التربوي أرقام وإحصاءات تحليلية. وخلال الورشة أكد وكيل الوزارة مدير مكتب المحافظة الأستاذ جمال عبدون على ضرورة الارتقاء إلى مستوى ما شهدته مديريات المحافظة من تدخلات نوعية، موجها بأهمية تنهض المناطق التوجيهية بدورها ورسالتها في الإشراف على سير الدراسة والاستفادة من عام التوجيه. ناقشت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا دعم القطاع السمكي بالمديرية في مجال التدريب والتأهيل الإداري والمهني من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي عبر منظمة ARK التنموية. جاء ذلك خلال لقاء مدير عام مديرية المكلا المهندس عوض بن هامل مع منسق المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ المهندس أحمد بشراحيل ومدير التخطيط والتنمية السمكية بالهيئة العامة للمصايد في البحر العربي صلاح باربيدا وقيادة مؤسسة الصيادة للتنمية والبيئة. كما تم التطرق إلى مناقشة احتياجات وأولويات الصيادين بمديرية المكلا. وأوضح بن هامل أن تدريب وتأهيل الكادر الإداري والمهني بالقطاع السمكي خطوة مهمة في سياق تنمية وتطوير مقدرات الكادر الإداري وكذا الصيادين من خلال تعرفهم على الوسائل الحديثة للاصطياد بما يعود بالفائدة على المجتمع. عقد في المكلا الاجتماع التنسيقي الثالث للمكاتب الخدمية المعنية بتذليل الصعوبات أمام تنفيذ العمل بالمشاريع التي تمولها المنظمة الدولية عبر مشروع الأشغال العامة بالمحافظات الشرقية وبعض المشاريع الحكومية. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع رصف منطقة السدد بديس المكلا ومشروع العبارة بمنطقة 40 شقة والعمل في تصحيح وضعية غرف التفتيش بمجاري بعبود وكذا مناقشة إشكاليات الكهرباء التي ترافق سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شارع 60 وإيجاد الحلول السريعة لإنهائها. وأكد الاجتماع إلى ضرورة الوقوف أمام الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام سير تنفيذ المشاريع. انعقدت بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة بآلية استفادة مساهمي الصندوق من حصة المساهمة والتأهيل الكادر الوظيفي لديهم بتنظيم صندوق تنمية المهارات وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. تفاصيل أكثر نتابع التقرير التالي. آلية استفادة مساهمي الصندوق من حصة المساهمة وتأهيل الكادر الوظيفي لديهم هي ورشة عمل نظمتها إدارة صندوق تنمية المهارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة حضرموت ومكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت. تنعقد في هذه الصباحية الجميلة ورشة العمل بعنوان آلية مساهمة صندوق تنمية المهارات في كيفية استفادة المساهمين من مساهماتهم لدى الصندوق وكيفية هذه الآلية وأيضا تأهيل الكادر الوظيفي لديهم. وتنعقد هذه الورشة الحقيقة في إطار التشارك والتشابك بين الجهات الثلاث غرفة تجارة صناعة حضرموت وصندوق تنمية المهارات والتدريب المهني والتعليم الفني. وهذه الجهود المبذولة من جميع جهات العمل تشكل أهمية جوهرية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من التأهيل المطلوب للأخوة الخريجين من المعاهد الفنية والتقنية وانخراطهم في سوق العمل وأيضا فتح تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل تؤهل هؤلاء للانخراط أكان في الداخل أم في الخارج. وتهدف الورشة إلى التعريف بآلية استفادة مساهمي صندوق تنمية المهارات من حصة المساهمة وتأهيل الكادر الوظيفي لديهم إلى جانب توضيح رؤية عمل الصندوق والتعريف بالبرامج التدريبية لدى مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وفتح آفاق جديدة لهذه البرامج خاصة التخصصات المطلوبة لسوق العمل. الورشة أيضا استعرضت 3 أوراق عمل كانت الأولى لصندوق تنمية
المهرة تحدثت عن آلية استفادة المساهم من حصته لدى الصندوق، بينما كانت الورقة الثانية والثالثة لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وغرفة تجارة وصناعة حضرموت تحدثت عن ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل. حزمة من القرارات إذن خرجت بها الورشة بعد نقاشات دامت لثلاث ساعات. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد هذه الورشة؟ لقناة البوكلة حسين بالبحيث. دشنت اليوم الحملة الطبية التطوعية الرابعة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لدى الكبار بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا بمشاركة نخبة من أطباء القلب السعودية. وقال رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب أن الحملة تستهدف أكثر من 100 مريض من الكبار والذين سيتم إجراء لهم عمليات قلب مفتوح وقساطر علاجية وتركيب دعامات وتوسعة لصمامات، مشيرا إلى أن مؤسسة أمراض القلب تسعد بتدشين الحملة التي يشارك فيها كوكبة ونخبة مميزة من الاختصاصيين، شاكرا حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهم المتواصل في مختلف المجالات. أدت الأمطار الأخيرة إلى وادي دوعا إلى سقوط صخرة من الجبل المطل على قرية خسوفر التابعة لمنطقة لجرات بوادي دوعا الأيمن، وتسبب سقوط الصخرة في تكسير أنابيب المياه الواصلة من الخزان إلى منازل الأهالي قبل أن تعترض طريقها بعض الصخور الأخرى ومنعت سقوطها على المنازل، وغادر بعض الساكنين في هذه المنطقة خوفا منهم من حدوث انهيارات جبلية أخرى. وتعتبر قرية خسوفر من القرى الصغيرة بدوعن ويسكنها قرابة 100 نسمة. عقدت السلطة المحلية بمديرية حجر اجتماعا مع أهالي وأعيان منطقة جزول لغرض الوقوف أمام تشكيل لجنة لمشروع مياه المنطقة التي افتتحت قبل أيام بوصول مياه الشرب إلى منازلهم. وخلال الاجتماع وضح مدير عام حجر أهمية المشروع لمنطقة جزول التي عانت الكثير من الصعوبات بسبب عدم وجود مياه الشرب النظيفة، داعيا الجميع إلى الحفاظ والاهتمام بالمنجز الحيوي لسكان المنطقة. وتم في اللقاء انتخاب لجنة للمشروع مكونة من 10 أشخاص تتولى إدارة وإعداد لائحة عمل المشروع ونظام التشغيل والصيانة واستلام المستحقات من المستفيدين للمشروع. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمعية الوطنية يناقش مع شخصيات المنطقة الوسطى مستجدات الأوضاع في محافظة أبيان. الهلال الأحمر الإماراتي يغيث ذوي الدخل المحدود بمحافظة تبوة. انعقاد ورشة عمل بالمكلا حول استفادة مساهمي صندوق تنمية المهارات بحضرموت من حصة المساهمين. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.